ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فنحييكم جميعا بتحية الإسلام، في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسجل معكم هذه الحلقة في آخر يوم من رمضان، ورمضان عند المسلمين أوجب الله عز وجل أن نصومه كاملا، أوجب الله صيام شهر كامل، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وقال بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي نهاية هذا الشهر، نحن كما ذكرت نسجل معكم في آخر يوم في رمضان، وغدا إن شاء الله عند المسلمين عيد، عندنا عيد، ويأتي العيد ليرسم على الشفاه بسمة، وليمسح عن الأجفان دمعة، وليداوي جرحا مكلوما في قلب مهموم حزين. وعود الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يأتي العيد بعد عبادة من العبادات، فنحن في عيد الأضحى الذي يأتي بعد شهرين أو يزيد قليلا، يأتي العيد بعد عبادة الحج، بعد أن يؤدي المسلم الحج، والآن يأتي العيد بعد عبادة من العبادات ألا وهي عبادة الصيام، بعد أن صام المسلم وقام، بعد أن ركع وسجد، بعد أن عمر قلبه بالإيمان، يأتي العيد ليفرح القلب والقالب، ليفرح الجسد ولتفرح الروح. الروح تفرح بصيامها بتقربها وبخشوعها الله عز وجل، وليفرح الجسد كما قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وليعلم الجميع، وليعلم يهود أن في ديننا فسحة، ففي ديننا فرحة. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين لهما، فقال ما هذا؟ قالوا يومين كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم، يفرح المسلم، وهذا الفرح ليس فرحا بالكاس ولا بالطاس، ليس فرحا في الليالي الحمراء أو في الليالي السوداء أو فيما يغضب الله. قرأت في الفلسفات القديمة أنه إذا جاء العيد استحلوا كل شيء، استحلوا المحرمات، استباحوا الموبقات والعياذ بالله، تعاطوا الخمر والمخدرات وفعلوا ما فعلوا. أما عندنا في الإسلام فالمسلم إذا جاء العيد هو فرح محدود بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن المسلم سيؤدي 5 صلوات يوم العيد. معنى ذلك أن المسلم إذا قابل أخاه المسلم يقول له بهذه العبارة الندية تقبل الله منا ومنكم. معنى ذلك أن المسلم سيصل رحمه، سيصل عمه وعمته، خاله وخالته، إخوانه من المسلمين والمسلمات. إذن فرح محدود، والمسلم مع ذلك في عقله وفي تكوين عقله حينما كون الإسلام عقل المسلم بهذه الفرحة التي يفرحها هو يذكر إخوانه، يذكر إخوانه المرابطين على الثغور، يذكر إخوانه المجاهدين، يذكر إخوانه الذين يزودون ويذبون عن حياض الإسلام في حول الأقصى وفي العراق وفي كل مكان من أرض الله عز وجل، يذكر هؤلاء ويدعو لهم بقلبه ويتمنى أن يلحقه الله سبحانه وتعالى على الشهادة معهم. ولذلك المسلم هو متمسك بشرع الله عز وجل، المسلم في رمضان وفي غير رمضان هو مستسلم لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة الإسراء قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته، وفي عود الضمير في الهاء في شاكلته، يعني من أراد سبيل المؤمنين فليعمل على سبيل المؤمنين، ومن أراد سبيل الكافرين فليعمل على سبيل الكافرين في الضلال والغي والعياذ بالله. وهناك فهم
للعلماء أن في عود الضمير وفي عود العامل في قوله على شاكلتي في الهاء يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجب عليكم جميعا كبيركم وصغيركم ذكركم وأنثاكم على العظيم وعلى الصغير على الحقير وعلى الوضيع وعلى الكبير أن يعمل على شاكلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان على خير حال في كل حال، كان في السراء صابر محتسب، وكان في الضراء حامد شاكر صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا وبالله التوفيق.